هنسجل ان شاء الله اهو تسمعوا مني كل الجراحه باذن الله، نظري، كلينيكال، اوبراتيف، اكس راي، حتى ريفيجن. هنتعلم ازاي نجاوب شفوي، هنتعلم ازاي نكتب نظري، ازاي نتصرف في بروبلم سولفنج. القصه دي هي سيستم اي اتش، سيستم الدكتور علي حسين. مرحبا بكم يا اولاد في السيستم، بالتوفيق ان شاء الله. المحاضره الثانيه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ربنا يسعدكم ويوفقكم. نيبل ديشارج ده تاني موضوع، لو فاكرين اول محاضره في البريست، مهم جدا، نظري بيجي كتير قوي. نيبل ديشارج اسبابه يا اما فيسيولوجيكال يا اما باثولوجيكال. اكتب على فيسيولوجيكال لا تنسى. لما اقول لا تنسى يبقى هتنسى. اشمعنى اول مره اقول لك لا تنسى انك هتنسى؟ ف الفيسيولوجيكال الملك، سيرس ديشارج مع البريجنسي. اما الباثولوجيكال فرقم واحد داكتكتيزيا، سبق شرحها بانواعها. فايبروسيستيك ديزي رقم 2 سابق شرحها. ضغط بابيلوما، ممكن نسيب الجدول ده وننزل تحت خالص نقرا مع بعض الضغط بابيلوما. ارسم معايا رسمة. ايه الضغط بابيلوما ده؟ ميجور ضغط نير النيبل، غالبا تطلع البابيلوما كده، تعمل بليدنج بير نيبل من سنجل اوبننج، عندك من 15 ل 20 فتحه موجوده تنزل منها. اقول لك ازاي تفرق سنجل ولا مالتيبل، تعمل اوبستراكشن فتعمل سيست وراها. عشان كده السؤال الشهير ما مش هيجي له فرصه يتسال بيني وبينك بالنسبه لك، لكن الماس بتاع الدكت بابيلوما مين؟ مش البابيلوما، غالبا الريتنشن سيست اللي وراها. والكتاب كاتب في رقم 3 في كلينيكال بيكتشر او 2 انها نفسها تتحس ماس ولما تدوس عليها يجي بليدنج، والحقيقه دي ما شفناهاش. لكن الماس غالبا هي ريتنشن سيست. نشخصها ازاي؟ بتحصل في سن صغير بابيلوما يعني في ميز. نجي نخش نجيب ادي النيبل اهو، وادي الاريولا اهي، ادي 15 ل 20 فتحه في النيبل. ندوس على الاريولا سيركمفرنشال، حاجه اسمها ديفرنشال بريشر تيست. ايدينا الثانيه فيها ماجنيفاينج لينز، ابص لغايه ما لقيت ان هي دي الفتحه دي اللي بتجيب البليدنج. اروح داخل فيها بقسطره رفيعه قوي وحائن ضاي، اسمها دكت جالاكتوجرافي او دكتوجرافي، هلاقي الفيلنج افكت. طيب اعالجها ازاي؟ دكت بابيلوماري كانسرس على فكره. اعالجها ازاي؟ عمليه اسمها مايكرو دوكيكتومي. اكتب على المايكرو دوكيكتومي اسم كبير لعملية عرة. عملية عرة اول مرة زمان وانا في الامتياز، ففي لستة عمليات ومنزلين مايكرو دوكيكتومي، فدايما في السام تلاقي حالات الميجور في الاول والاساتذة الكبار يشتغلوها، وبعد كده كل شوية الاساتذة يمشوا، يتبقى المدرس مدرس مساعد، والنايب في الاخر يشتغل ماينوز ومدرس قاعد باصص عليه وخلاص. فانا بقى قلت احضر فرصه اكيد الاستاذ الكبير قوي يعمل مايكرو دوكيكتومي. الاساتذه جم مشوا ولسه ما اتعملتش، قلت هيجي خبير اجنبي يعمل مايكرو، ما جاش الخبير الاجنبي. لقيت النايب في الاخر بيقول دخلوا حاله المايكرو، قلت له انت مين اعملها؟ قال لي انا. استغربت قلت له انت خبير؟ قال لا انت مش خبير، دي عمليه سهله جدا، دي عمليه عره. ليه بقى عمليه عره؟ سهله خالص، احنا بنجيب بروب زي ابره المنجم، اللي هي ناحيه بلانت وناحيه شارب. ناحيه بلانت بنخش بيه كده بنحفنيه في الضغط، يبقى انا كده دخلت بروب هيد، وبعدين اروح فاتح انسيجن في الاريولا، ممكن يبقى اكستندد سنه كمان للبريست، واخش بالمقص بتاعي اشيل حوالين البروب شويه التيشوز اللي حوالين البروب، واطلع بالبروب بالتيشو اللي حواليه، يبقى اكيد دون اللي حوالين البروب دايركتلي ده الضغط اللي فيه البابيلوما، وبعتها باثولوجيكال اكزام. عمليه سهله جدا اسمها كبير قوي، مايكرو دوكيكتومي. اكتب عمليه اسم كبير لعمليه
عر، خلصنا ضغط دبلومة، اطلع الجدول فوق تاني هتلاقي الكارسينوما رير كوز، مفاجأة رير كوز، بس يا خسارة كوز، يا خسارة كوز. للمرة المليون ظل الكارسينوما سيظل فوق دماغي في الدشارج، وده اللي يكبر موضوع الدشارج يخليه مهم. تجيب بلادي دشارج من سنجل داكت، اكتب لحياتك ولعمرك انا ما شفتش كارسينوما بتجيب بلادي دشارج. مش معنى كده الكلام ده غلط، لا موجود بس انا ما شفتوش. ولما اقول ما شفتوش، وانا بشوف خمس ست سبع حالات بريست كل اسبوع، وانا مش اصلا بريست مش شغلتي الاساسيه، يبقى انا بقول عدد كبير في الشغل. لكن اللي شفته سيرس دشارج. فلو سمحت اروح للصفحه الفاضيه لحياتك، مش امتحان ولا شغل، حياتك اكتب اقلق من السيرس دشارج. دي الكارسينوما. هايبر برولاكتينيميا تعمل ملك دشارج. الكونتراسيبتيف بيل تعمل سيرس دشارج. دايجنوزس، ممكن اول نبتدي السؤال بدايجنوزس، دايجنوزس اوف نيبل دشارج يتكتب ازاي؟ تقول له اول حاجه النيتشر، وتروح كاتب الجدول اللي فوق، وما تنساش الفسيولوجيكال. ده بيسالوني الشاي سكر، فانا بقول اتنين. موضوع بيشغلكوش لكن لسه عارفينه، عشان لو تعملوا شاي في يوم من الايام تبقوا عارفين السكر بتاعي. المهم، فيبقى الجدول ده خلاص. تاني حاجة يقول في ماس ولا ما فيش ماس؟ أتمنى تكونوا فاهميني. أكتر حاجة شغلاني أنا اتش، اتش على حسب طبعا، لما أكون أنا عنب للشارج يا ترى في ماس ولا ما في، سواء كلينيكال أو ماموجرافيك. بس طب وأم أي بقى إي جي الكارسينوما معاها ماس، الضغط بابيلوما غالبا معاها ماس ريتنشن سيست، الفايبروسيستيك ديزيز ماي اور ماي نوت، الدكت اكتيزيا ماي اور ماي نوت. طيب تالت حاجه يا ترى سنجل دكت ولا مالتيبل دكت؟ بكتب اي جي البابيلوما والكارسينوما سنجل دكت، الفايبروسيستيك ديزيز والدكت اكتيزيا مالتيبل اور سنجل، الهايبر برولاكتينيميا مالتيبل. طيب يوني ولا بايلاترال؟ يوني ولا بايلاترال؟ نفس الحكايه، يوني لاترال هي بتوع، بالمناسبه بتوع السنجل داكت هم اللي هيمشي يوني، والتانيين يبقى ميبي او ميبي، يعني الداكت اكتيزيا فايبروسيستيك ديزيز ميبي يوني او بايلاترال، هايبرجلتيميا بايلاترال. واسال الست بتاخد بيلز او لا، تطلع القصه في الاخر رياكشن من الكونتراسيبتيف بيلز انفستيجيشنز. بديهي دماغي في مين يا ولاد؟ في الماس، يبقى ماموجرافي وسونار، ولو لقيت ماس هاخد بايوبسي بفايندر سيتولوجي او ترو كاب، لو لقيت سيست هاخد منها اسبيريشن. الكلام ده بقى متفقين عليه. يزيد هنا ايه؟ يزيد هنا ايس برولاكتين ليفل، اعمل سيتولوجي للدشارج هي عمري ما استفدت منه، لكن هو كلام مكتوب في كتب ما تعذبوش الناس فيه ومكلف من غير لازمه. سيتولوجي للدشارج، لو سنجل داكت دشارج اعمل داكت جالاكتوغرافي او داكتوغرافي اللي لسه قايلها لك من شويه. ده باختصار هيزيد هنا ده، لكن الاساس حكايه الانفستيجيشنز بتاعت الماس. التريتمنت للمره المليون بقى، انا يهمني في ماس ولا ما فيش ماس، قسمها كده على طول. لو في ماس اكسجن للماس وهيستولوجيكال اكزام واتعامل حسب نتيجتها، لو مفيش ماس سنجل داكت ولا مالتيبل داكت؟ لو سنجل داكت اعمل مايكرو دوكيكتومي سنجل بلادي، لو كان مالتيبل داكتس كونزرفاتيف تيجي لي متابعه اشوف لغايه ما يظهر حاجه، يا تظهر ماس يبقى اتعامل مع الماس. لوكاليزيشن لسنجل داكت حولتها ما فضلت زي ما هي، تعبير عجيب جدا في الترابل سام كيسز. طيب ده ثاني مره يجي في اول مره انا ما شرحتوش، جل من لا يسوى ولا جل من لا يسوى. ما كنتش بنسى زمان، لما عجزت بقيت بنسى. زمان لما خدنا الدكت اكتيزيا في المحاضره اللي فاتت قلت لكم بنعملها ميجور دكت اكسجن في الترابل سام. ايه ترابل سام؟ تعبير ترابل سام يعني، يعني عيان مقلق. مقلق دي يا اما هو قالوه يا اما انا قلقان. واضح الدنيا؟ يعني يا اما هو قالوه قوي، زي لسه عيانه كانت عندي ضغط اكتيزيا من 10 ايام، عندها ديشارج، بحاول اعمل لها ري اشورنس،
يا دكتور لا يا دكتور ده ديشارج يا دكتور، هي نفسيا حلها عشان نشيلها من دماغها مش من البريست عندها نعمل ميجور ده، وان كان الى الان لسه ما عملناهاش، لان انا ضد نعمل حاجه مش ان نطمن العيان نبذل اقصى جهد ان احنا نطمنه. فبرضه نفس القصه في الديشارج هنا الترابل سام، ترابل سام يعني ايه؟ عيان انا قلقان منه، مثال ايه؟ مثال بلاد ديشارج فوق 40 سنه يقلقني اقلق. طيب مثال تاني، هي الست بقى ست قلقانه جدا مش مستحمله وزهقانه، نعمل لها ايه؟ نفس عمليه الضغط اكتيزيا الميجور ضغط اكسجن، وكانه عمليه الكون اكسجن او الميجور ضغط اكسجن مرتبطه في كتابنا هنا بكلمه ترابل سام. طب لو سالوا السؤال ما قالكش نيبل ديشارج، قال بليدنج بير نيبل، هو يا اولاد بس امشي من الاول ايتيولوجي، اختار الحاجات اللي فيها بليدنج بس، هيبقى الضغط اكتيزيا بابيلوما كارسينوما. الدياجنوزيس هو اللي عندك بس ما تقولش بقى نيتشر اوف ديشارج، ما هي بليدنج خلاص، في ماس ما فيش ماس، يوني ولا بايلاترال، سنجل داكت ولا مالتيبل داكت، نفس الكلام ما حصلش حاجه. انفستيجيشنز هي نفس الانفستيجيشنز ما فرقتش حاجه، والتريتمنت هو في ماس هنشيلها، ما فيش ماس سنجل داكت هنشيل، مالتيبل داكت وترابل سام هن كونزيرف. وعلى فكره احنا اغلب مدرستنا انه بليدنج بير نيبل نكون زاد لغايه سن 40 سنه، فوق 40 سنه بليدنج بير نيبل طبعا مالتيبل داكتس، ان سنجل مايكرو دوكاكتومي فوق 40 سنه نعتبره ترابل سام ونعمل له ميجور داكت اكسجن. فايبرو ادينوما دي يا اولاد على مر العصور والسنين اسمها فايبرو ادينوما، فايبرس اليمنت وادينومس اليمنت. اي ماشي، ده زي اي ادينوما بلدي ومعاه فايبرس اليمنتس، عشان كده ماكس تيومر ليها ميزنكايمال اليمنت وليها ادينوماتس اليمنت فايبرو ادينوما. طول عمرنا ساعه نيجي العنوان ده تلاقي الجدول اللي انا حاططه لك تحت هنا في صفحتنا، والجدول ده مش موجود في كتاب الاسم بتاعنا، وما اعرفش ليه الكتاب عمل كده، كان اسهل قوي يحط الجدول. هي هارد وسوفت، واقرا معايا الجدول، مين المركمن؟ الهارد. مين في سن اصغر؟ الهارد 20 30 سنه 18 سنه 17 سنه ممكن، دي الكومنست ماس في اليانج فيميلز يا اولاد. لا السوفت لا 30 ل 50 سنه، الصغيره وراوندد او اوفل الهارد، الثانيه لوبيوليتد وكبيره، دي لانها صغيره ومش فيكسد للبريست تيشو بتتحرك فريلي في اوعى تفهم فريلي زي ما كان زمان بيقول لك في اولى وثانيه بريست ماوس وبتجري منك فوق وتحت، لا مش الدرجه دي، الدنيا مش مفتوحه ولكن موبايل ويذن البريست تيشو. واذا رجعت لمحاضره الكلينيكال بتاعت انت هتفهم الفرق بين موبايل ويذن البريست تيشو وموبايل ويذ البريست تيشو، نشرحها في محاضره الكلينيكال باذن الله. لكن موبايل دي الليس موبايل عشان كبيره، دخلت قطه في الاوضه لكن دخلت فيل هنا هتلاقي في الاخر حركته الليس ليمتد. حكايه ان دي ما تقلبش مالجنسي صح 100%، دي تقلب مالجنسي ساركوما احيانا ما شفناهاش فما تقولهاش، دي خط في الجدول في الاخر ما تكتبوش والغيه من دماغك احسن، لكن كلام مكتوب في بعض الكتب ان السوفت تقلب ساركوما ما شفناهاش الحقيقه. طيب ده الجدول اللي عندك انت في الواقع، بقى عمل كتاب الاسم راح مسيح الموضوع على بعضه، فاتكلم شويه على الهارد وشويه على السوفت، انا مش عارف اتكلم على مين. مثال بدا في الانتو قال دي الكومنس ماس في اليانج فيل، بيتكلم على مين؟ على الهارد، وتبقى غالبا حجم صغير بيتكلم على الهارد. جه قال ده ميكس تيومر، كلامه صح. جه على الباثولوجي يقول لك يا سمول يا لارج، سموث او لوبيوليتد، المايكروسكوبيكالي الهارد فايبروز كتير، السوفت لا الادينوماتس اليمنت كتير، وفايبروزس قليل. خد لو سمحت كده وانت بتقطع بالنصيب كات سيكشن، جه كده هتلاقي المنظر عامل كده اهو، الكلام ده ما بتشغلش نفسك بيه قوي، بفكرك بالباثولوجي بتاع زمان. هتلاقي المنظر دي عملت دايره ودي عملت دايره وفي النص من الدايرتين في فايبروزس، فهتلاقي المنظر ده كده. وفي النص هنا فايبروزس.
عشان كده زمان قالوا دي اسمها بيري كاناليكولر. الفايبروز حوالين الاسيناي، هنا الفايبروز جوه الاسيناي، هو مش جوه خالص، هو بره برضه، بس لما خدنا الكات سيكشن ظهر كده. فكلمه بيري كاناليكولر انترا كاناليكولر اسم غلط مش صح، لكن دي اتسمت سوفت، دي اتسمت هارد. المفاجاه والسؤال لو جات له فرصه شافه في السلوك، حلو المثل ده، اول مره اخد بالي. جميل، اوبشن يعني، عايز اقول سبوره فيها اوبشنز كام ده. طيب عايز اقول يا حبايبي يا ابني، الهارد فايبر ان هم الكونسيستنسي والسوفت كونسيستنسي، اسمع المفاجاه، الهارد والسوفت كونسيستنسي فير، الاثنين فير. بس اصلا قلت لك مره بشويه ان الفيرم ده سكوب واسع قوي، السوفت سكوب ضيق قوي، والهارد سكوب ضيق قوي. دي اتنين فيرم، بس واحده فيرم قرب الهارد، واحده فيرم قرب السوفت، تسمي دي سوفت وديا، ولكن الاثنين فيرم ما فيهمش حاجه هارد. كلينيكالي برضو عوم الاثنين على بعض بقى نفس الكلام، ما فيش حاجه. انفستيجيشنز ماموجرافي ويل سيركمسكرايب، التريتمنت اكسجن، ونبعت هيستولوجيكال اكزام، ده قانون. ما فيش حاجه تتشم من جسم بني ادم غير تتبعت باثولوجي. الكلاسيك حتى البواسير، الكلاسيك حتى الابندكس، نشيله ونبعته باثولوجي. صحيح كتير قوي من الناس ما بتعملش كده، لكن الحقيقه ده الكلاسيك تيتشنج. فما بالك في بريست، كومن سايت فور بريست كارسينوم. اكتب سيستو ساركوما في اللويدز، اكتب جنبيها لا تنساها، لانك هتنساها، دي جزء من سؤال فايبرو ادينوما لو جه، وتكتبها زي ما عندك كده. ان بي دي نوع من السوفت، بس فيري فيري هايلي فاسكولار، وبتكبر بسرعه جدا، ويحصلها سنترال نيكروزس، فالكات سيكشن بتاعها عامل كده. هذا سبب السنترال نيكروزس، فعامله زي ليف لايك، ليف يعني ورقه شجر، فتسمت في اللويدز عشان ليف لايك. طب ليه تسمت سيستو ساركوما؟ احيانا يبقى السنترال ديجنريشن ده كبير قوي فتبقى سيست. طب ليه تسمت ساركوما؟ لانها رغم انها بناين ماس، بس بتكبر بسرعه قوي وتستريتش سكين، وممكن تالسريت السكين، فتخلي المنظر وكانها ساركوما، فتسمت سيستو ساركوما في اللويدز. اللي سماها كده واحد اسمه برودي، واخد على خاطر انا من كتاب الاسم، كتاب الاسم بيقول اللي سماها كده برودي، وبعد كده راح شاتم برودي، قال ما بيفهمش حاجه. ليه يا معمر؟ ما دام ناوي تشتم الراجل ما تجيبش اسمه. راح قايل اللي سماها برودي، وبرودي مش فاهم حاجه. غلط، اسمه غلط. طب ما دام هتعترض على كده، برودي ده راجل عالم محترم وحبيبي، حبيبي وعلاقات اسريه، فتقول على برودي كده، ده اللي حصل وخلاص. وقال لا، هي مش سيستك في كثير من الاحيان، وفيري رير تو بي مالجنانت، فهي القصه اصلا تتسمى في اللويدز تيومر. السيستو ساركوما في اللويدز لما نشيلها لازم نشيلها بسيفتي مارجن زي البريجنسي. ليه؟ انك لو مشيت عليها بالظبط وبعدين سبت حته صغننه كده، دي تكبر بسرعه جدا 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 وتملى البريست تاني. طب ما انا هقول تقولي بقى ان ادي بريست وادي ماس اهي كبرت بسرعه بتعامله كده، دي عامله ألسريشن في البريست شو. طب ايه الحل؟ رغم غالب في كثير من الاحيان السيستو ساركوما في اللويدز بترسى على سمبل ماستكتومي، لكن نعملها وايد لوكال اكسجن، نشيلها وبعدين اذا كان ينفع نحافظ على بقيه البريست بتاعها. عايزك تكتب في الصفحه الفاضيه بمناسبه انها بتعمل ألسريشن في السكين، ايه الميكانيزم اوف ألسريشن اوف سكين مع تيوبرز؟ المالجنسي انفلتريشن يا ولاد، المالجنسي انفلتريشن، مالجنانت ألسر. اما سيستو ساركوما في اللويدز اكتب الميكانيزم بتاعها رابيدلي جروينج سكين تيومر، فيعمل ستريتش في السكين ببريشر نيكروزس، فترسم الرسمه دي اهو. يسالك شافه يقول لك تفرق ازاي؟ تقول له السيخ المحمي في صرصور ودنه، يعني ايه يا دكتور؟ ما يصحش. يعني تقول لك تجيب بروب وتخش بالبروب في الالسر ده، او ده الالسر اهو، هتخش بين الالسر، بين الايدج بتاع الالسر والماس. لو البروب دخل تبقى بيناين، لو البروب ما دخلش تبقى مالجنت. اوعى تعمل كده في عمرك، ده كلام للشفوي، وانا ضد تماما نسال كلام ما بنعملوش.
تخيل واحده جايلك ببريست وماس والسريتنج وانت ماسك جروب كده هو داخل في الصدر عشان خاطر تفرق بينين ولا بينك، كلام هبل. انما دايما عايزين يسمعوه برو، واذا عدى من الايدج اوف ذا السر والماس تبقى بينين، ما عداش تبقى ملك. واخيرا اخيرا وصلنا للكارسينوما اللي هو كان املنا نوصل ليها من الاول. يا رب يكفيكوا ويكفي كل حبايبكوا اي حاجه تزعلكوا وتضايقكوا يا رب، ويشفي كل الناس. البريست كارسوما البريست هو الكومن سايت في الفيميلز المالجنسي. بره واحده من كل تسعة في امريكا، امريكا طبعا من اعلى يعني، عندها في مصر مش كده اقل. طب قال لا دي ما اعرفش، لان احنا محتاجين عشان نعرف كم واحده من كل كم واحده، ده الاستاتستكس مش عندنا. هم عرفوا يعدوها فلقوا من كل تسعة في ميلز عندهم واحده بيجي لها كارسينوما. احنا ما عرفناش، فعملنا حل تاني لطيف. وقفنا الناس على باب معهد الاورام. كل ما تيجي واحده داخله يا فندم اسمك ايه؟ فلانه. ايه جايه مالجنسي فين؟ تقول له لانج، يقول لها ماشي. الثانيه تقول له لا ده انا بون، يقول لها حاضر خش. الثالثه لينفوما، الرابعه بريست، الخامسه كولون. فكل ده الاحفاد شكلهم جم دلوقتي هيهزروا معانا شويه، لو جم هوريهم لكم. فبعد اذنك يا استاذ مصطفى. فعايز اقول لاستاذ مصطفى السعيد هو اللي ربنا يكرمه ويخليه لنا، بنسجل في البيت عندنا. طيب عايز اقول يا حبايبي فضلوا يعدوا كده ويكتبوا فوق وده كانت سهله بقى. لقوا 35% من الستات اللي داخلين بماليجنانسيز بريست كارسينوما. رقم فظيع. اكتب معايا في الصفحه الفاضيه. ار لا الام كابيتال يا جدو علي. جدو علي الام كابيتال. ار ولها ماضي وحكمه سمينه بالسين لو سمحت مش بالسين. لها ماضي دي خد سهمين هي والعائله. وتعالى نشرح مع بعض. اول ايه في الار من الايج. انا كده برضو باين في الكاميرا دي. ده بهزر، انا مبسوط كده. خلاص. المهم الايه الايج. بص يا اولاد الهاي ريسك ده شكلي حلو. المهم الهاي ريسك يعني هاي ريسك في ميلز يعني عندهم الباقي ده، عندهم ار ام ماضي حكمه سمينه. كل ما يكبروا ارسم يا حبيبي ارسم، كل ما يكبروا في السن يزيد الريسك. اللو ريسك يعني ما عندهمش الباقي. دول كل ما يكبروا يزيد الريسك. وبعدين بقى ما نفس الكلام. لا يا حبيبي لغايه سن 50 سنه. نخش في بلاتو. طيب امال ايه الار؟ الريس. الايشيانز والافريكانز اقل كتير قوي من الكوكيزيانز الامريكان الاوروبيين، واحنا كوكيزيانز. فاحنا الريسك عندنا عالي شويه عن الايشيانز والافريكانز. يعني احنا يا جماعه افريقيا في كل حاجه، نيجي في الكارسينوما نبقى امريكا. حصل خير زي بعضها خدنا حاجه برضه. طيب ارجع الام منسترال هيستوري ايرلي منارك وليت منوبوز هاير ريسك، يتعرضوا لسايكلز اوف هرمونز اكتر. هو الهرمون يا جدو علي هرمون هو السبب؟ لا ما مسكناهوش متلبس. هشرح لكم حته عميق قوي كمان شويه. حكايه الايتيولوجي انون مي بي هرمونال مي بي انفايرمنتال. بما ان انا بقول لك امريكا حاجه وافريقيا حاجه، بقول لك حاجات تقول ان يمكن في حاجه علاقه بالهرمونز. الست اللي عمرها ما رضعت، الست الليت فيرست بريجنانسي، دول اكتر يجي لهم. لكن ما مسكناش الهرمون يا جماعه متلبس. تسمحوا لي اخرج عن الموضوع دقيقتين وارجع لكم. في الكارسينوما في حاجه اسمها انيشيشن، هتتحول الى مالجنسي. دي مرحله اسمها انيشيشن. ديا هتكتر. دي حاجه اسمها بروموشن. تحويل نورمال داكت سيل في البريست الى مالجنانت سيل، احنا مش عارفين ايه اللي حولها. جبنا نورمال داكت سيل غرقناه هرمونز، عيشناها في امريكا ما فرقتش، فما مسكناش مين المتهم هنا. اما دي لا، مسكنا ان في 60% من البريست كارسينوما بروموشن هرمونال، ان الهرمونز تبروموت الجروس.
فعشان كده لما ما تقولكش بقى الايتيولوجي انون ولا مش عارف هرمونال ولا انفيرومنتال ولا جينيتك مش متاكد، لان برضه في حالات ليها جينيتك بس. طب والباقيين؟ معيش حاجه ممسوكه في ايديا، لم امسك المتهم صريح. انا لما دخلت قالوا ده كان ماشي جنب العماره، وقال ان صور كان شايل حاجه وهو ماشي، لكن انا في الاخر مسكته متلبس بالجريمه. لا، ده معنى ايتيولوجي انون. وبعدين ما تستغربش لما اجي في التريتمنت اقول لك حاجه اسمها هرمونال تريتمنت. في هرمونال تريتمنت دون في البروموشن، لكن انيشيشن ما عنديش بروفيلاكسيز، هرمونال بروفيلاكسيز عشان الست ما يجيلهاش كارسينوما فاديلها حاجات انتي استروجين عشان ما يجيلهاش. لا، ما فيش الكلام ده. لكن اللي جالها كارسينوما اديلها انتي استروجين. صح. المهم نرجع بقى، فقلنا وصلنا المنسترول ايرلي منارك قبل 12 او ليت منوبوز فوق 50 اكتر. طب ايه لها ماضي؟ هي كان عندها ديزيز بريكانسرس. اخطر واحده، سؤال شافوا مين اخطر واحده بنيجي لها بريست كارسينوما؟ اللي جالها بريست كارسينوما قبل كده في الناحيه الثانيه دي طبعا. اللي جالها يعني عندها الفاكتورز اللي انا مش عارفها لسه، مش ماسكها، اللي حولت ضغط سيل هنا لكان هتحول هذا ضغط سيل ثاني. دي اخطر واحده. طب مين تاني؟ واحده عندها اتيبيكال هايبر بليزي، واحده عندها فلورين هايبر بليزي، فحاجه يعني حاجه هايبر بليزي عنيفه جدا وقويه، ضغط بابيلوما بري كانسرس ليجن. فواحده عندها هيستوري لحاجه، هي لها ماضي، هي او العائله. الحقيقه العائله مهمه قوي قوي، لان احنا لقينا في حوالي 10% من الستات لقينا عندهم هرمون بنسميه احنا جماعه بيركا 1، بيركا دي بريست كارسينوما 1 و 2، دول جينيتك يعني ورثاهم البنت دي ورثاهم بالام، ودول بيحصلهم كارسينوما في سن اصغر، بتبقى مور اجريسيف وحين تبقى مالتي فوكال مساكين. ولقينا لو واحده امها او اختها جالهم كارسينوما يزيد ريسك عندها باثنين ثلاث مرات، ولو امها واختها يزيد ريسك 14 مره. فالفاميلي هيستوري هنا مهم جدا جدا جدا، والجينيتك ليجن موجود. بس اللي خلينا قلنا ايتيولوجي انون ليه؟ انت طب انت حليت لي مشكله 10%، امال الباقيين ما حليتش مشكلتهم. فيبقى دي العائله. ايه بقى الحكمه سمينه؟ الحكمه بتقول سمينه دي من الاوبيزيتي والناس اللي بتاخد كتير قوي اكل فاتي دايتس، لانه لقوا ان في الناس دول الناس الاوبيز بتتحول الستيرويدز الاستراديول. طب ما دي كده ريحه مشكله هرمونال. كلامك صح، ما احنا اتفقنا ان ريحه الهرمونال بريدسبوزيشن موجوده بس ما مسكناهاش متلبسه، فلنا اكتر في الاوبيز. ايه بقى الحكمه؟ الحكمه اكتبها معايا، نفسك ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. لو انت ما شغلتش وقتك بحاجه صح هيتملي اي عك. نفس الحكايه البريست ده شغلته ايه؟ لاكتيشن. طب لو انت ما شغلتوش باللاكتيشن ولقى نفسه فاضي وصوم اتنين قاعدين يتكلموا مع بعض زهقانين، ده ما فيش لاكتيشن، طب نعمل ايه؟ طب نعمل ايه؟ يلا كارسينوما. مين بقى دول؟ الليت فيرست بريجنسي 30 سنه. الليت فيرست بريجنسي 30 سنه خلاص. الواحده نالي بار ما اتجوزتش خالص، ما رضعتش. الواحده بقى ما رضعتش ولادها، دينت لاكتيت هير تشيلدرن، دول كلهم وسقطت منهم الحكمه، نفسك لم تشغلك بالحق فتنشغل بالباطل. انا سيحت لك الانسيدنس على الايتيولوجي، لو سمحت ارجع للي عندك واحفظه بالشكل ده لو سمحت. احنا اظن كان الايدج والريس هما في الانسيدنس، والباقي كل ده موجود في الايتيولوجي. مش شرط تكتبه بالظبط زي ما هو عندك، اكتبه حتى بترتيبتنا مفيش حاجه. قبل بس ما اسيب الايتيولوجي انا نسيت اقول شويه حاجات. الكونتراسبتيف بيلز الحقيقه يا اولاد الى الان مفيش بروف، خناقه كبيره جدا جدا ما اتحسمتش. هل لو اكتر من 10 سنين لأقل من 10 سنين اكيد اقل من 10 سنين مفيش حاجه، لكن انا قناعتي الشخصيه واللي انا برضو ما دام مبني على حاجات ارناها ان هي نو ريليشن للكونتراسبتيف بيلز. ولسه بقول لك ان احنا مفيش معانا بروف 100% ان هرمون يعمل انيشيشن. لا طبعا اللي جالها بقى كارسينوما هقول لك في التريتمنت ممنوع تاخد كونتراسبتيف بيلز طبعا عشان البروموشن. نسيت اقول برضو في القصه دي حكايه الدكت كارسينوما انسايتو واللوبولر انسايتو. وبالمناسبه في الحته بتاعت بري كانسرس ليجنز دي
يقول لك كل واحد 2 ل 5 في 3 في 5 انا حتى بنساهم، ولو سالت اساتذتك هتلاقيهم مش فاكرينهم. ما تحفظش الكلام ده، مش مستاهله يعني. لكن واضح انها مش حاجه كومن، مش ارقام عاليه جدا كلها في الخمسات والثلاثات والاربعات. اللوبي ده المضغط هشرحها لك واحنا بنتكلم دلوقتي في الباثولوجي. السايت ده مش موجود في كتاب الاسم بتاعنا بس مهم وبيتسال احيانا شفويات مهمه. ادي البريست، ارسم الرسم دي لو سمحت. ابر اوتر 60% وده الكومنست. اشمعنى؟ قلنا عشان ده اللارجست كوادرانت. اللور اوتر ده 12%، 10% ابر انر، لور انر 6%، وده اسوأهم. ليه اسوأهم؟ لان ده كونكتد. لما تعرف في الاناتومي ده واصل لغايه ابر فورس للتشيس، فكونكتد للليمفاتكس بتاعت الريكتال شيس والانفرا ديافراجماتيك ليمفاتكس، فده سبريد ريزي الاول. ريترو ايرلر 12%، غريبة قوي يعني الحته دي 12%. سؤال شافوي ليه رقم كبير كده؟ ولا حاجه، عشان ده سبريد من الادجيسنت كوارترز، يعني الماس اللي هنا والماس اللي هنا والماس اللي هنا والماس اللي هنا، هنعتبرهم ريترو ايرلر. فعلي الرقم يعني سرقه مش حقه الرقم اللي خده ده. الباثولوجي في ورق اتمنى اوفره لكم، هنسمي الباثولوجي ورقه نمبر 1، هنسميه كده. وهنتفق ازاي نعرف اوصل لكم، ده سهل يعني ان شاء الله باذن الله. وانا دلوقتي هقول لك انت تعملها ازاي. هات صفحه فاضيه لو سمحت، ورقه فاضيه وبالعرض، وقسم كده. البريست كارسينوما 3، لوبيلر وداكت وباجنت. باجنت دي 1% وخدت خانة لوحدها كده، قصة نتكلم عنها. اللوبلر نوعين، نون انفلتريتنج وانفلتريتنج. الضغط نوعين، نون انفلتريتنج وانفلتريتنج. الباجنت لوحدها. النون لوبلر دي 0.7، الانفلتريتنج 7.5%. أنا ممكن أتلخبط في أرقام صغيرة وأنت لو اتلخبطت مش هنحاسبك، ما دام إحنا في القريبين. النون انفلتريتنج داكت 6%. الانفلتريتنج داكت دي هي دي البريست كارسينوما. يعني لما أسمع واحدة لها بريست كارسينوما ما أسألش يا ترى نوعها إيه؟ مش هسأل نوعها إيه؟ دي داكت. خلاص؟ طيب الداكت بقى دي أنواع. سكيرس كارسينوما. وليها اسم تاني نص هقول حالا يعني ايه؟ انكفالويد ميوسينس وانفلاماتوري كارسينوما. اخيرا جت اهي اللي جت سيرتها زمان واحنا بنتكلم في البريست ابسس دي 70 ل 75%، دي 10%، دي 3%. لسه حالة قريب جت عندي للاسف. الانفلتريت الانفلاماتوري كارسينوما رير، الحمد لله رير. تعالوا معانا النون انفلتريتنج جلوبولر دي بتبقى ازاي؟ دي مالتي سنتريك، يعني اكتر من ماس في نفس الوقت. ادي البريست ماس كده وماس كده وماس كده. اسمع المفاجاه، كلينيكالي ما تعملش ماس، يخرب بيتها. يعني لما اكزامن البريست ما فيش ماس، امال اكتشفها ازاي؟ بالماموجرافي. اسمع المفاجأة، ما تقلبش انفلتريتنج كارسينوما، اعمل سهم كده واعمل غلط. يعني تعيش نون انفلتريتنج طول عمرها لدرجة التريتمنت بتاعها مفاجأة، ايه هو؟ اوبزرفيشن. يا خبر، ست عندك في العيادة عندها ماس بالماموجرافي، دخلنا بإبرة، خدنا سيلز، النون انفلتريتنج جلوبولر ولا حاجة، ماشي في الشارع. ماشية في الشارع كده وعندها في البريست بتاعها كارسينوما، ولكن الست اللي عندها نون انفلتريتنج جلوبولر عندها هاير ريسك عن غيرها ان يجي لها انفلتريتنج كارسينوما لوبولر او داكت. لكن مش واحده من الثلاثه دول هتقلب، لا، ده اللي هتحصل هتبقى واحده جديده خالص، سيل جديده خالص تبدا من الاول انفلتريتنج. طب امال الانفلتريتنج جلوبولر فيها كاركتر غريب جدا، ان 25% bilateral mirror image، مراية. يعني ايه mirror image؟ يعني الست جالها في هنا، هو في اللور اوتر كوادرانت هنا،
يجي لها الناحية التانية في نفس النقطة لدرجة من الاوبشنز في التريتمنت بتاعها بلايند سيكتور ماستكتو، يعني شيلناها هنا واجي على الناحية التانية في نفس النقطة اللي كان فيها الكارسينوما اشيلها بيهيفير عجيب جدا. الدكت نان انفلتريتنج نوعين، كوميدو وبابيلاري. بابيلاري اتسمى البابيلاري بابيلاري ليه؟ لان هو زي بالظبط الدكت بابيلوما، ادي الدكت وطالع فيها بابيلاري ليجن، بس الفرق هناك بابيلوما دي كارسينوما انسايد وتحترم البيزمنت ممبرين. امال الكوميدو لا دي ماس، وعلى فكره الماس دي في نصها في سنترال ديجنريشن. زنقت عليهم الدنيا شبهوها بمين؟ بالكوميدو بتاع الاكل. عارفين الاكل حب الشباب مش في كوميدو في النص، شبهوا السنترال نيكروزيس ده بالكوفا سمت كوميدو عشان كده. طب هل النون انفلتريتنج ده تقلب؟ ايوه تقلب انفلتريتنج. واتمنى اكون كده شرحت اخر سطر كان موجود في البري كانسرس ليجنز الموجود في الايتيولوجي اللي وعدتكم هنشرحه. يبقى اللوبيلر ما تقلبش، لكن دي انديكيشن لهاير ريسك كارسينوما. اما النون انفلتريتنج دكت فتقلب، عشان كده دي لازم تتشال. لا اللي هي الدكت، اما اللوبيلر لا ما تتشالش، جاست اوبزرفيشن وعيني على الست دي. لما اسمع واحده عندها بريست كارسينوما ما اقولش يا لوبيلر ولا دكت او دكت، ما اقولش يا انكفالويد ولا سكيلر، هي سكيلرز هي سكيلرز. يبقى الاصل يا اولاد في بريست كارسينوما هي سكيلرز خالص. طبعا لما اقول يا اولاد اقصد ولد وبنات، يعني حاجه بديهيه شويه بس احب اكد عليها. ولو قلت بنات اقصد برضه ولاد وبنات. طب لو قلت ولاد وبنات يبقى اقصد ولاد وبنات، يبقى كده في فرق بين التلاته. المهم اتسمت نص، اسم نص ده اسم يهلك. هم حبوا يسهلوها الامريكان. قالوا انت ليه بتسميها سكرس كارسينوما؟ قلنا ان لما اسمع كلمه كارسينوما بريست انا افهم انفلتريتنج، لا ده انا افهم سكرس. سكرس كارسينوما. ما اقولش بقى هي انكفالويد ولا ميوسينس ولا لا لا ما فهمش كده، انا افهم انها سكرس. جم الامريكان حبوا يسهلوا الموضوع علينا، قاموا خربوه علينا تعبوه. قالوا انت ليه بتسموها سكرس؟ ما تضيفوش للاولاد اسم جديد. انهم خلاص كتر خيركم. نسميها هنسميها اللي ما تسماش. دي اللي ما تسماش. يعني ايه؟ هنسميها not otherwise specified. يعني بالظبط ترجمتها اللي ما تتسماش. قلنا له الله يسامحك ده كنت سيبها سكرس كانت اريح. فالسكرس كارسينوما اسم تاني اسمها not otherwise specified، وفهمنا يعني ايه؟ دي 70 ل 75% من الكارسينوما. دي الجروس بتاعها هارد ماس. فيكس بريست تيشو. وفي حاجه اسمها اتروفيك سكرس، كلام قديم بيحصل في السن الكبير. يبقى الفايبروز كتير قوي بيبقى فيري هارد ستوني هارد، هو بروجنوزس كويس. كل ما يزيد فايبروزس وتقل السيلز المالجنت يتحسن بروجنوزس. الفايبروز ده انديكيشن للاميونيتي بتاعتنا. طيب مايكروسكوبيكالي الكتاب ما قالش. ليه ما قالش؟ اصليا كارسينوما بلدي. يعني ايه بلدي؟ يعني شيتس اوف مالجنت سيلز ودكت لايك ستراكشرز وفايبرس تيشو. لكن all degrees of differentiation، يعني في grade 1 2 3 4. خدوا بالكم من دي، خد بالك من دي، في فرق بين الستيج والجريد. فيجي لك الباثولوجي ريبورت يقول لك دي infiltrating duct carcinoma grade 2 differentiation مش ستيج، ولا شك ده يفرق في البروجنوزس. طب يا ترى دي بروجنوزس ايه؟ ما اتكلمش كتاب الاسم، خدوا بالكم اللي هقوله. أنا لما أقول لك بروجنوز أحسن أو أوحش، أحسن أو أوحش، أحسن من مين؟ أوحش من مين؟ أحسن من سكرس، أوحش من سكرس. البيز لاين لسكرس، ده البيز لاين بتاعنا. تسلم إيديكم يا جماعة والله. أحسن من سكرس أو أوحش من سكرس. لكن هو كتب مرمى لك كلمة كده قال لك إيرلي ليمفاتيك سبيد، وكأنه بيقول لك إن البيز لاين بتاعنا مش حلو. بس. الإنكفالويدز. اللي اتسمت لينك فرويد يعني برين لايك، يعني بلوزه. بلوزه يعني سيلز كتيره فايبرس تيشو قليل، يبقى بروجنوزس زباله سيء. فوجئنا انه احسن. دورنا ليه احسن؟ لقينا جواها في ليمفوسيتك انفلتريشن.
وخد قانون اي تيومر في لمفوسيتك انفلتريشن هيبقى بيتر بروجنوزس. خدتوا بالكم انها في النص البست النضاره دي؟ انا بس دلوقتي خدت بالي والمونتاج شال الحته دي والله يروح. بس على بست نضاره ثانيه. المهم الحمد لله. لو عرف بقى المونتاج يشيل النضاره. ميوسينس كارسينوما. الميوسينس كارسينوما دي ميوسين لايك. ادي النيوكليس ادي الميوسين بيدوب في التحضير يدي سيجنت رينج ابيرنس. يا دبله الخطوبه عقبالنا كلنا ونبني طوبه طوبه في حب عشنا. سيجنت رينج وميوسين يبقى جوه السيل وبره السيل. طب بروجنوز اخباره ايه؟ اسمع يا سيدي، اي ميوسينس كارسينوما في جسمك كله زباله، ازبل من الادينو كارسينوما البلدي. يعني لما اقول كولون ستوبك اي حاجه ميوسينس كارسينوما اسوأ الا في البريست. الاسكيرس كارسينوما اسوأ من ميوسينس كارسينوما. انما الانفلاماتوري لا يضاهيها حد في الزباله. حكايه انفلاماتوري كارسينوما دي اوعى تحسب ان دي قلنا اورجانيزم عمل كارسينوما. لا لا لا، كارسينوما بلدي بس سيلز بروفريت بسرعه جدا وبتنفيد سراوند تيشوز بسرعه جدا لدرجه مش عارف تمسك ماس معينه. تلاقي اكتر من وان سيكتور اوف ذا بريست، اكتر من ربع البريست كله يبقى انديوريتد. اقول لك قول لي الايدج، مفيش ايدج. رياكشن اوف ذا تيشوز مع ديس مالجنان سيلز عنيف جدا. فتلاقي ريدنس، بس الريدنس ده مش الريدنس الفايري ريد بتاع الابسس، لا حاجه اسمها داسكي ريد. داسكي ريد ده لون الغسق قبل المغرب وانت على كوبري الجامعه بتتمشى مع صاحبك وتقول له شايف الغسق يا حبيبي؟ هو ده لون داسكي ريد، غامق شويه. في تندرنس طبعا، في رياكشن بس مش زي اللي هناك. وهجي لك جدول بعد شويه ازاي تفرق بين انفلاماتوري كارسينوما وبين بريست ابسس او اكيوت لاكتيشنال ماستايتس. دي برونوز زي الزفت كتير قوي، الناس تعتبرها ستيج 4 من الاول، وهنوصل ستيجنج بعد شويه. امال ايه حكايه الباجيت اللي هو 1% ده؟ الباجيت حاجه لوحده خالص كده، عباره عن دي. ارسم معايا ده داكت نيبل بيبدا بداكت كارسينوما انسايتو وبعدين يسبريد تجاه النبل، ياكل النبل ويخش على الاريو، يعمل ليجن في النبل والاريو لكن مازال انسايتو، يلخبطنا مع اكزما في السكين. لكن هيجي لك جدول بعد شويه ازاي تفرق بين اكزما وبين باجيت. هل رايك هيفضل انسايتو على طول؟ فكر معايا. لا يا جدو علي، انت زمان قلت لنا ما دام دي ضغط الضغط بتقلب يبقى ده هيقلب، وعشان كده within 2 years يتحول الى infiltrating duct carcinoma بلدي عادي خالص. يبقى الباجت اقدر دايما اقسمه لمرحلتين كبار، وهو لسه كارسينوما انسايتو duct انسايتو، وده قصه سهله جدا في علاجها وكيوريت 100%. واول ما تحول لانفلتريتنج خلاص بقى انفلتريتنج duct carcinoma، بقينا في صفحه ثانيه خالص من كتاب تريتمنت بروجنوزس، كل حاجه مختلفه تماما. حتى ستيج. طيب بدا النيتشر بتاعته، ايه كلينيكال بيكتشر بتاعته، الانفستيجيشن، ناخد سكين بايوبسي من الحته دي تلاقي ايه؟ ارسم معايا. هتلاقي في البيزل لاير اوف الابيديدرمس فاكيوليتد سيلز اسمها باجيت سيلز، وتلاقي هايبربليزيا في الابيديدرمس، وتلاقي لينفوسيتك انفلتريشن في الدرمس. رقموها بقى زي الارقام اللي عندك، انا ناسي مكتوبه الارقام عندك ازاي. واحد اظن اثنين ثلاثه او حاجه غير كده، رقمها زي كتابك. يبقى في البيزل لاير في انفاكيوليتد باجيت سيلز. انا ده كان باثولوجيست ما كانش جراح، فكان 1800 وشويه وانا كاتب لك اظن تاريخه. ده الباثولوجي. اقلب الصفحه هتلاقي حاجه اسمها الهرمون ريسبتور. موضوع مهم قوي قوي قوي، قديم مش كلام حديث ولا حاجه. اكتشفنا انه في 60% من البريست كارسينوماز عندهم حاجه اسمها هرمون ريسبتور بوزيتيف استروجين، اغلبهم وفي بروجستيرون. الحالات دي اولاد بروجنوزس احسن، غالبا هرمون ديبندنت فيستجيبوا جدا للهرمونال تريتمنت. فاللي عندهم هرمون ريسبتور بوزيتيف نتائجهم احسن من نيجاتيف.
التريتمنت واحد، الهرمونال تريتمنت واحد، سواء كان الهرمونال ريسبتور ده بوزيتيف ده استروجين او بروجستيرون. في حاجه اسمها سي ار 52، ده هو جروث فاكتور ريسبتور. ده في حاجه اسمها تارجت ثيرابي. التارجت ثيرابي ده نجيب مونوكلونال انتي بوديز نوجهها ونعرفها على حاجه نديها في الدم تمشي تخبط فيها. فالسي ار 52 دول اللي هو له اسم تاني هيرتون ريسبتورز، الهيرتون ريسبتور او السي ار 52 يخدموني قوي قوي في حاجه اسمها تارجت ثيرابي. ليه فروميني سندروم مش موجود في كتاب الاسم وانا مزوده لك، ده كلام فاضي. في هرمون، في هرمون اسمها اونكوجينز يعني جينز تزعل هرمون، وفي تيومر سبريسور جينز، دي عندنا جينز ضد التيومرز تساعد على اي ميوتيشن تتخلص منه. اشهر تيومر سبريسور جين اسمه بي 53. بي 53 دون لو كان ديفيشنت عند حد او ميوتنتس فدون يعلي قوي ريسك مالجنسي عنده، فده اسمه لي فروميني سندروم. يحصل بقى كارسينوما في بريست، في اوفري، في كولون، في غيره، اسمه لي فروميني سندروم، محدش عارفه ولا حد يسالك عنه، بس انا كتبته فبقوله لك. السبريد وصحصحوا معايا يا اولاد قوي. احنا متعودين زمان لما خلنا في الباثولوجي السبريد، السبريد دايركت، التيومر يكبر يمسك في اللي حواليه، وبعدين لما اتاخر عليه في الدايركت ما لحقتوش بدري يروح لينفاتيك، يبعت لجيوجنال لينف نودز واللي بعديها، ولو اتاخرنا عليه اكتر من كده يبعت بلاد، وده بقى بلاد بقى حاجه اسمها inoperable. ما الاصل يعني، وهنجي لها اكسبشنز في منهجنا، ما فيش هوب فور كيور لواحد تيومر عامل ميتاستاسيس. اخد شفط التسكفين، النوع ده لازم اخد حاجه تهدي اعصابي. Yeah. اكتشفنا الاتي، ان البريست كارسينوم من وهي لسه سنتي ونص في سنتي ونص عندها القدره انها تبعت بلاد سبريد من الاول. مش اكيد، مش لازم، هقول جمله انسوا وقفوا معايا هنا وهات تفكيرك من الاول في جمله مهمه. مفيش باثولوجي يا اولاد له قوانين، القوانين فيسيولوجي. روح بقى للفيسيولوجي الاولى والثانيه، دي قوانين. الدايجيشن بيمشي بالشكل ده صح، صوديوم بوتاسيوم اكشن بوتنشال كده صح، لكن اذا دخلنا باثولوجي ابدا يا ما شفنا العجب في الباثولوجي. يصح تلاقي ماسو عامله كل حاجه ومش عامله بلاند، وتلاقي ماس سنتي ونص، لكن هي دي الخطوره. لازم احط في اعتباري ان بريست كارسينوما تعبير يقولوه زمان قوي واحفظوه، ات ماست بي كونسيدرد سيستميك فروم ذا ستارت. يعني ايه سيستميك؟ اي مالجنسي عباره عن حاجتين، لوكو ريجونال وسيستميك. لوكو ريجونال اللي هي البرايمري والليمف نودز، مثلا في البريست الماس والاكزيلا ماس، ده لوكو ريجونال. امال السيستميك الليبلم لانج بون ليفر برين، دخلنا بقى في الدم. فيقولوا كده لو سمحت في البريست كارسينوما ات ماست بي كونسيدرد سيستميك، يعني من الاول حط في اعتبارك ان احتمال تكون بعت ميتاستاسيس من اول لحظه. لسه ما شرحتش. تيجي لنا العيان نعمل لها حاجه اسمها ميتاستاتيك ورك اب، هكلمك عنه في الانفستيجيشنز بعد شويه ان شاء الله. يعني ندور على ميتاستاسيس في الليفر، في اللنج، في البون، في ما نلاقيش حاجه، يبقى ما عندهاش. لا يا سيدي، انا ما زلت في قلبي لا يكون عندها حاجة اسمها مايكرو ميتاستاسيس، يعني عندها شوية مالجنان سيلز قاعدين في الليفر ما يطلقتوش بطريقة. اوعى تقول لي طب مش ممكن إذا لقطناهم بطريقة ما اسمهاش مايكرو ميتاستاسيس، بقى اسمها ماكرو ميتاستاسيس. وما تقولش كلمة ماكرو، مش هتقول كده، بقى اسمها ميتاستاسيس. يبقى كلمة مايكرو ميتاستاسيس معناها السيلز عاملة ميتاستاسيس في أماكن وأنا مش مشخصها. طب شخصتها ازاي؟ لما بعد 7 سنين ولا 3 سنين ولا سنتين لقيت الليفر فيه ميتاستاسيس، قول يا يبقى ده كان عنده زمان، ما انا شلت البرايمري زمان من سنتين وخلصت القصه، ايه اللي جاب دول؟ يبقى كانوا موجودين من زمان، وكان زمان اسمهم
مايكرو ميتاستاسيس. فهمناها دي؟ دي أزبل حاجة في البريست. في حاجة تانية زبالة في البريست. إيه هي؟ أنا مثلا في أغلب التيومرز أقول لك 5 year survival rate. يعني إيه 5 year survival rate؟ يعني تيومر جالي عالجته شلته خد كيمو خد راديو، بعد 5 سنين من القصة دي العيان تيومر فري. خد بالك من كلامي، مش تيومر في كل جسم وأنا حاطه في الانتنسيف كير على الفنتليتور بس بقول له زق كم معايا 5 سنين، لأ، بعد 5 سنين تيومر فري، ساعتها أسميه 5 year survival وأسلم أقول مبروك أنت خفت. البريست لا، عنده حاجه اسمها صفه غريبه اسمها دورمنت ميتاستاسيس. شويه السيلز اللي راحوا اللنج زمان قاعدين فيها كده مش عارف، وبعد سنه 2 3 5 7 8 يفوق زي مازينجر كده. من الذي ايقظني يا مازينجر؟ ايه اللي حصل لك بعد سبع ظروف خاصه يطلعوا وتلاقي ميتاستاتيك لانج ديزيز؟ ناخد بايوبسي يقول لك دي بريست كارسينوم. لذلك بعد 5 سنين نقول للست، اتمنى كان ما يزعلش حد من اللي له حد يعرف بريست كارسينوما، فيقول نقول تقول مبروك يا حاجه انت كده غالبا خفيتي، لكن ما اقدرش احلف. فهمت مصيبه الزفت البريست كارسينوما. يلا بقى نمشي فيه، نمشي كلام كلاسيك بلدي خالص اللي هي دايركت وليمفاتيك وبلاد. نبدا السبريد بقى بتاعنا كلاسيك عادي جدا من الاول. لو قلنا هو ده البريست اهو، وادي الماس اهي، وادي هنا نيبل وانيولا، وادي بيكتورال فاشيا، بيكتوراليز ميجور، ستيرنو كوستال هيد، بيكتوراليز ماينور. هنقول السبريد هيمشي ازاي؟ اهو يا سيدي كده السكين لقدام ويفنجيت جوه البيكتورال فاشيا ميجور ماينور بعد خلص لغايه الريبس ورانا. سمعت في ستول بقى ساعتها تمسك في الريبس وانتركوستال ماسلز. طيب ده ليمفاتيك. لو ده البريست نيبل وإيريولا، تعالوا معانا اغلب البريست وكل يروح مين للاكزيلاري نودز. الاكزيلاري نودز يا حبايبي لو دي بيكتوراليز ماينور بنقسمها 3 ليفلز. ليفل 1 وعملتها من القطع عشان ورا الماينور. ليفل 2 عايز حد شاطر قوي يقول لي اللي تحت الماينور اسمها ايه؟ ده انا اسف يا ولاد العكس، دي 1 اللي ورا الماينور 2 اللي اعلى هي 3. كل ما يعلى الليفل كل ما بقينا اسوء. ولما في الكلينيكال هشرح لك مين 1 من 2 من 3 اسمائهم ايه، لكن دي اسمها اكزيلاري نودز، ده الاساس. كويس. ميديال هاف بس يبعت مع كده مع كده لحاجه اسمها انتركوستال ليمف نود، انترنال ميموري نودز. ادي الريبس الفيرست فري انتركوستال سبيسز من جوه الريبس، انترنال ميموري ارتري عليه ليمف نودز، انترنال ميموري نود. دي كلينيكال مش هحسهم خالص، ولذلك ده ازبل جدا جدا اللي هو الانر هاف. في هنا حاجة اسمها سوبرا كلاب لينفينود، دي ليت سبريد، يروح لها الليمفاتيك سبريد بقى حاجة اسمها ريتروجريد سبريد أو ريتروجريد فلو. الريتروجريد فلو لما تتقفل السكك الفسيولوجيكال بتاعتي أمشي في اتجاه ما كانش طبيعي عندي. يعني مش طبيعي لو في أبسس في البريست تكبر أبدا سوبرا كلاب، يكبر أكزيلاري، ممكن انترنال ميموري، لكن دي تكبر امتى؟ لو الليمفاتيك زيت قفلت بالكامل، عشان كده دي ليت ساين. اللور انر ده يخرب بيته، فاكرينها لما خدنا زن في 6% البوزيشنز بتوعنا، يبعت للليمفاتيكس بلود افراد شرحناها عشان قلنا اسوأهم. في اتجاهين معرفش اشرحهم على الرسمه دي، اكيد مفهومين اتجاه كده واتجاه كده، اشرحهم على الرسمه دي. ليمفاتيك سبريد في اتجاه السكين والليمفاتيك سبريد للليمف نودز هنا اسمها انتر بيكتورال ليمف نودز اوف روتر. روتر دي كانت زمان بنعتبرها مين باث واي، عشان كده زمان وهجي كان ده في التريتمنت كنا لازم نشيل ميجور وماينور عشان نضمن شلنا روتر، طلعت مش مين باث واي.
طلعت صار الانفكتس خلاص ما بقتش مين بافوي في كلامنا. طيب ايه بقى حكايه السكين دي؟ اهدوا معايا واسمعوني. اسمع معايا اسمع معايا. بالمثل انا بحب اغني فنغني كتير مع بعض، ولو في حد مش عاجبه غناية او كده يبقى يبعت لي برضه وجهه نظره وصوت، يعني الصوت مش حلو هو عايزه واحب اتعرف بيه وانا اخليه يقتنع ان شاء الله. بص يا ولد، التاني سكين اللي انا برسمه ده اقول لك انت مش عاجبك غناية ومش عارف انا برسم ايه، ادي ايه بدرس، ادي درس دي سويت جلانس هير فوليكلز سيبيشيس جلانس جايه من الابيدرمس، هي فتحات على الدرمس على الابيدرمس جايه من الابيدرمس للدرمس. لما يحصل لمفاتيك سبريدز على مستوى السكين يقفل ديرما الليمفاتكس، فيحصل في السكين ايديما بسبب ليمفاتيك اوبستراكشن. اسمها دي ايه؟ اسمها لينفيديما. يبقى ايه لينفيديما؟ وده موضوع هنجيبه ان شاء الله في يوم من الايام. ايديما سكندري تو ليمفاتيك اوبستراكشن، فيبتدي السكين يتخن جدا يتخن جدا. الله، بس وهو بيتخن البيتس بتاعت السويت والسيبيشيس والهير فوليكلز تفضل في مكانها، فتلاقي السكين بيورم لكن في بيتس. شبهوها بمين؟ بالبرتقانه. بودورانج سكين اوف ان اورنج. بودورانج تعرف فرنساوي ولا لا؟ ما اعرفش، ما اعرفوش معاهم يعني، مش حكايه فرنساوي كتير عشان اختاركم. فبودورانج ولا اسباني؟ فبودورانج سكين اوف ان اورنج. السؤال الشافوي الشهير، وات تايب اوف اورنج؟ قول له اورنج ويز امبيليكس، البرتقان اللي بسره، لان البرتقان انواع انتوا عارفين. بودورانج اللي هو سكين، اوعى تقول كده في الشاف وتضيع نفسك، بقول لك بهزر. طيب يبقى الليمفاتيك سبريد اكزيلري سوبرا كلاف انترنال ميموري لور انر، وبودورانج هنا هو الليمفاتيك سبريد للسكين، وجوه ليمف نودز اوف روتر بلاد سبريد للبلم. وزي ما قلنا ماست بي كونسيدرد سيستميك فروم ذا ستارت، لان ان كتير قوي البريست يبعت للفيرتبري. قلنا ليه؟ قالوا اصل الانتركوستال فينز واخده شويه من فينس درينج بتاع البريست، ودي كونكتد للفيرتبرال بلكسس اوف فينز فالبس فينز، فدي توصل من هنا للفيرتبري، فلقينا كتير قوي في الاكزل سكيلتون يحصل ميتاستاسيس او بوني ميتاستاسيس.